كاين الناس نعمل البارح وانا عسين هنا يا صاحبي ما كاينش شي ترونسبور يعني كاين الغلاء بزاف ماشي شويه الدوبل فهمتي يعني الدوبل بزاف ماشي هما كيستغلوا هاد الايام هاد العيد هادي كيستغلوها بزاف وبالنسبه للبنادم اللي عنده العواول بزاف كتجي شويه قاصحه مازال انا انسان بوحديتي ماشي مشكل غامض عين كنا كنمشيو من هنا ب 90 درهم الاول اليوم قطعت 120 وكاين اللي قطع بكثر يعني كلشي لا المركوب كاينه على الغلاف صافي المركوب كاينه اي واحد واحد صفر صافي ما كيحنش السلام عليكم. السلام عليكم. خويا الغني غادي لوجدوا هاد المحطة يبان لي ما فيها والو، بغينا نشوفوا هاد المدير نتاع هاد المحطة واش بغينا نمشيو نعيدوا معاه في الدار ولا قول لهم يرقلوا معانا وينقصوا لنا في الثمن ويصيفطوا لنا الترونسبور، العيد ما بقى له والو نمشيو نعيدوا مع والدينا وكذا. ولا لا خويا الزين كاينة. جبرتي التيكي. ما جبرت لا تيكي لا والو ثلاث أيام درك وأنا جاي ويقولوا لي ما كان لا ورقة لا والو، كاينين الهضرة وصافي، هذا ما كاين في هاد البلاد هذا خويا، وبغينا يديروا معنا شي حل اللي يصيفطونا عند والدينا نعيدوا حسن شغل هما يعيدوا هنا وحنا نعيدوا في الزنقه اللي تمشي عندها بنت تما شي واحد تيتيس عنده ايفون برو ماكس تعطي له التيكيه بصح واحد ما عندوش عنده تليفون نوكيا ما تعطيلوش هادو هما المغاربه كيديروا على الايفون العالم راك فاهم المهم اخويا نتمنى من ربي يديروا شي حل بالنسبه للتيكيات كاين شي غلا الغلا ماشي غير غلا جهنم الغلا في الحواله في كل شيء راهم زايدين عليه وشاي الترونسبور زادوا اكثر زادوا التريب نتاع نتاع العام اللي فات راهم زايدين ويزيدوها علينا هادي خويا السوق الاربعه السوق الاربعه ديك الاخر خويا جينا هنا بقينا حاصلين خويا لقيناه واش نقول لك هنا الغلا بزاف اخويا زيدني النص باللص عاود مولات كتمشي ب 50 درهم دابا 100 درهم الو روتور كيحسب لك الو روتور 100 درهم باش هذا ماشي المنكر راه منكر هذا صاحبي غالا الاسعار غالا الترونسبور غالا يعني راه مشكله صاحبي كاين الناس نعمل البارح وانا عسين هنا يا صاحبي ما كاينش شي ترونسبور يعني كاين الغلاء بزاف ماشي شويه الدوبل فهمتي يعني الدوبل بزاف ماشي شويه يعني الناس راه مكرفسين بصراحه الله مكرفسين بزاف ماشي شويه هادشي هذا كل عام كنطيحوا في نفس المشكل كل عام كل عام كنطيحوا في نفس المشكل في نفس اي عيد كنطيحوا في نفس المشكل واش غادي نقول لك اخويا هادشي راه ما حنا بيدنا ما فهمنا والو فهمتي هاد الدوله ديالنا واش غادي نقول لك ما حتى هي ما تفهموش مع حتى شي حاجه تفهم معاهم والو واخا هي ما تقرا ما تفهم معاهم حتى شي حاجه والو وعليكم السلام ورحمه الله الله يبارك فيك انت صافي مسافر دابا انا ماشي لهراش اخاي جبرتي التيكي كاين الغلا كاين التيكي ولكن الثمن تقريبا نص بالنص كنت كنمشي 35 درهم لهراش دابا 60 درهم الطاكسي 70 درهم هما كيستغلوا هاد الايام هاد العيد هادي كيستغلوها بزاف وبالنسبه للبنادم اللي عنده العواول بزاف كتجي شويه قاصحه مازال انا انسان بوحديتي ماشي مشكل غامض عيني اما الانسان اللي عنده اربعه العواول او ثلاثه كتجي قاصحه ضربها انت في 60 درهم يعني كتجي بزاف والمسؤولين كيغمطوا عينهم على هاد القضيه هادي خصهم يردوا لها البال ويشوفوا يعني يتاشروا مع الناس ويشوفوا هاد المكاتب شنو اللي كتزيد واش الكار اللي كيزيد او المكتب اللي كيزيد والناس خصها تضامن مع بعضها عاوتاني باش تشوف هاد الغلاء هذا وهذا غادي الفاس اخويا جبرتي التيكيات كاينه ولا غاليين خويا كاينين التيكيات ولكن شويه غاليين زايدين في النسبه ديال سميتو بالنسبه للناس اللي خدامين هنا عاوتاني قاتلين مع الزمن راه زايدين عليهم شويه كنا كنمشيو من هنا ب 90 درهم في الاول في الايام العاديه ومع دابا العيد وهذه كيكون هنا فهمتي بزاف كيكون شويه ديال الضغط على هادو زادوا لنا بشي دابا ولات اليوم قطعت 120 وكاين اللي قطع بكثر يعني كل ما مشى الحال شويه كتزيد سميتو حيت كاين اللي معطل شويه هنايا وكاين اللي على حساب الخدمه ما طالقينهم حتى سميتو حتى الاربع حتى النهار الاخر وكاين هادي داك الشيء هما تيستغلوا وتيزيدوا عاوتاني شويه على بنادم خويا نقول لك حاجه واحده اللي هي بنادم فهمتي مغربي بحالك بحال خوك حتى هو راك عارف راه نفس انت خدام هو خدام يعني فهمتي جيه من الاخر عطيت يا من اللي هو رمزي يكون عنده يكون على قدو فهمتي ويكون المستوى ديالو ما يكونش شي حاجه تجيب له شي حاجه اللي هي فهمتي يمشي يتسلفها باش يجي يمشي يهبط لدارهم يشوفهم لا المركوب كاينه على الغلاف صافي المركوب كاينه المركوب كاينه ولكن واحد كيدي واحد كيجرك عند واحد هذوك اللي تما بحال السمساره كل واحد كيخدم راسو زيد يقول لك هذا عطاه هذا مثلا راه بصح راه عدل معاك راه دار معاك وزادوا 2000 فرنك علينا دابا شحال قلتي كتقاطع 15 فرنك دابا 15 17
كل واحد سير ما كيقول. اه 17 باك. شنو في نظرك شنو هذا السبب هذا اللي كيخليوه يزيدوا على العواش؟ انا المواسم العواش اللي كيزيد اللي بغى، وحر راسك خدم كيفاش ما بغى، ما كانش اللي يراقبوا، ما كيحن على هذا جبر فرصه صافي، ما كيحنوش لبعضهم. شنو رسالك ديالك توجه لهاد الناس باش يحنوا توجه الدرويش ما يهملوش بحال هاد الفاعل هذا؟ ما توجه الله يهديهم وصافي، شنو توجه لهم؟ هما ما لا ما عشت عليه خوت عيال، لا ما عشت عليه خوه، خاطي ما توجهوا ما عنده غير هو كيستغل الفرصه، كيستغل الفرصه. اي واحد واحد نصف فرصه ما كيحنش منه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.